أعزائي الطلاب، نرحب بكم أجمل ترحيب، ويسعدنا أن نلتقي مرة أخرى ومع درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية. عنوان الدرس: القراءة، الصغير الكبير، الجزء الثاني، لطلبة الصف الخامس. أتوقع من طالب النجيب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ الأبيات الشعرية قراءة سليمة معبرة عن المعنى، وأن يستخدم المعجم للكشف عن معاني الكلمات استخداماً سليماً، وأن يستنتج الأفكار الرئيسة والتفاصيل للأبيات استنتاجاً صحيحاً. ما رأيك أن تستمع لقراءتي للأبيات؟ ولكن قبل ذلك، تذكر معي معايير القراءة الجهرية الصحيحة: أن تراعي الضبط السليم للكلمات، وأن تعبر عن المعاني تعبيراً صحيحاً. أنا لازلت تلميذاً صغيراً، ولكني على صغري مجد، أسير إلى العلا سيراً حثيثاً، وأنشط نحو غايتها وأغدو، وليس يضيرني صغري إذا لم يثبطني عن العلياء جهد، وما يغني الفتى طول وعرض إذا لم يغنه فهم ورشد، فليس يقاس إنسان بشبر ليعرف قدره إن جد جد، ونبت القمح مرتفع قليلا، ولكن هل له في النفع حد؟ هو القوت الذي نحيا جميعا به، وهو الذي ما منه بد، وقد يعلو سنابله نبات قليل النفع يعجب حين يبدو، وفخر المرء علم يبتغيه، وإخلاص يحليه وكد، وسوف أكون مثل القمح نفعا وقدما أحرز السبق المجد، وتدرك همتي شرفا ومجدا، وحسبي غاية شرف ومجد. أنصحك بإيقاف المقطع ومحاكاة قراءتي. وقبل أن نبدأ، تذكر أننا في هذا الدرس سنتناول بقية أبيات القصيدة كما قلنا لك. والآن، ما رأيك أن نتعرف معاني بعض الكلمات الجديدة في هذه الأبيات؟ هيا بنا. الكلمة الأولى في البيت السابع: القوت، شيء يأكله الإنسان ويحيا به. هل عرفته؟ أحسنت، إنه الطعام، وهذا التركيب في البيت نفسه. ما منه بد، ما زلنا نتكلم عن القمح. ما منه بد يعني لا غنى عنه. أما الكلمة الثالثة ففي البيت التاسع، وهي يحليه. هل تعرف الحلي؟ أظنك عرفته. نعم، إنه كل ما يتزين به، لكن الزينة هنا شيء معنوي. ما هو؟ إنه الإخلاص، أن تعمل العمل لله تعالى لا لغيره. إذن يحليه، يزينه. أما الآن، ما رأيك بنزهة إلى هذه الحديقة الجميلة؟ إنها حديقة المعجم العربي، لكن ما رأيك أن تتذكر طريقة استخدامه؟ هيا بنا. أكثر الكلمات في لغتنا الجميلة ثلاثية، مثل كتب، وبعضها ثلاثي لكن زدنا عليه حرفا أو أكثر، مثل أكرم وقرب. فما العمل؟ عندنا خطوتان ضروريتان قبل استخراج المعنى. الأولى: إرجاع الكلمة إلى الجذر الثلاثي، وذلك بأمرين، هما حذف حروف الكلمة الزائدة، فك تضعيف الكلمة إن وجد. أما الخطوة الثانية فهي الذهاب إلى أبواب الحروف الأصلية في الكلمة على الترتيب. فنذهب إلى باب الحرف الأول، ثم الحرف الثاني مع الأول، ثم الحرف الثالث مع الأول والثاني، وهكذا. والآن، ما رأيك أن نطبق ما تعلمناه بالاستعانة بالمعجم الوجيز؟ رائع! إذن سنبحث فيه عن معنى كلمة أحرز في البيت العاشر، لكن مهلاً، هل فيها حرف زائد؟ نعم، أحسنت، فيها الهمزة في الأول، فنحذفها، فتصير الكلمة حرز، وهي ثلاثية. ثم ماذا؟ نذهب إلى باب حرف الحاء
كما هو موضح في الفيديو. ولا تنسى أن المعجم مرتب حسب حروف الهجاء، ثم إلى الراء مع الحاء. نقلب صفحات المعجم حتى نصل إلى حرف الزاي مع الحاء والراء. ها هو، وجدناه. معنى أحرز: حاز وسبق غيره إلى الفوز بالأمر. عرفنا طريقة استخدام المعجم: أوقف المقطع واستخدمه. والآن ما رأيك أن نشرح الأبيات؟ إذا حاول أن تجيب معي عن هذه الأسئلة التي تتعلق بالأبيات من السادس حتى الثامن. السؤال الأول: ما الشيء الذي يستفهم عنه الشاعر في البيت السادس؟ فكر جيدا. إذا هو يسأل عن نفع القمح، هل لنفع القمح حصر ونهاية؟ أظن أن جوابك لا. إذا هنا الاستفهام أفاد النفي، والمقصود أنه لا حصر له ولا نهاية. السؤال الثاني: يقارن الشاعر في الأبيات بين القمح وغيره من النباتات، وضح ذلك. قبل أن تجيب، تذكر أن سنبلة القمح كلما امتلأت انحنت وانخفض ارتفاعها، فتعال معنا لنقارن بين القمح وغيره من النباتات. هذا جدول المقارنة، وتظهر أمامك صورتان، الأولى للقمح والثانية لنبات آخر، فهيا بنا نقارن بينهما من حيث الطول والنفع والمنظر. أما الطول فالقمح مرتفع قليلاً، والنبات الآخر أكثر ارتفاعاً، وأما النفع فالقمح نحيا به جميعاً وليس لنفعه حد كما قال الشاعر، وأما النبات الآخر قليل النفع، وأخيراً المنظر. أما القمح لا يعجب الناظر، وأما النبات الآخر فيعجب حين يبدو. السؤال الثالث: ماذا تعلمت من هذه الأبيات؟ لا شك أنك تعلمت حكماً ونصائح. أوقف المقطع واذكر لنا شيئاً منها، وأنا سأذكر لك ما تعلمته أيضاً. تعلمت أن لا نحكم على قدرات الشخص من خلال شكله وحجمه، فالقمح ليس كبير الحجم ولكن فائدته عظيمة، وأنت كذلك صغير الحجم لكنك قد تقوم بأمور كثيرة مفيدة. بالاستفادة من إجاباتك الرائعة، ما الفكرة الرئيسة لهذه الأبيات الثلاث؟ فكر جيدا. أحسنت. عظم قدر الأشياء ليس بحجمها. بالاعتماد على ما تم شرحه، أعتقد أنك أيها الذكي قادر على الإجابة عن هذا السؤال. هل أنت مستعد لنكمل شرح الأبيات؟ إذا أجب معي عن هذه الأسئلة التي تتعلق بآخر ثلاثة أبيات. السؤال الأول: ما الذي يجعل الإنسان يفتخر بنفسه في البيت التاسع؟ أحسنت. هو سعيه وطلبه للعلم وإخلاصه واجتهاده بالكد والعمل. السؤال الثاني: ماذا تعلم التلميذ من القمح؟ تذكر عزيزي أن ما نتعلمه مما نقرأ ليس بالضرورة أن يكون مكتوباً نصاً، وإنما يمكن أن نستنتجه استنتاجاً. إذن فقد تعلم التلميذ من القمح أن الذي يفوز في السباق هو المجد، لأن همته عالية وهدفه وصول المجد، مثل القمح الذي فاز على بقية النباتات بما يقدمه من فوائد لا بكبر حجمه وشكله. السؤال الثالث: لماذا كرر الشاعر كلمة مجد في البيت الأخير؟ وقبل أن تجيب، ما المقصود بالمجد؟ أحسنت. الرفعة والمكانة العالية. لماذا كرره في الشطرين؟ أحسنت. ليؤكد على عظم قيمة العلم وأهمية الاجتهاد. والآن بالاستفادة من إجاباتك الرائعة،
ما الفكرة الرئيسة لهذه الأبيات الثلاث؟ فكر جيداً. أحسنت. غاية الإنسان المجد، وفخره العلم والإخلاص والعمل. بالاعتماد على ما تم شرحه، أعتقد أنك قادر على الإجابة عن هذا السؤال. وهذا سؤال آخر لن تجد صعوبة في حله. ها قد وصلنا إلى نهاية قصتنا الجميلة، فقرأنا الأبيات قراءة جهرية صحيحة، واستخدمنا المعجم في استخراج معنى أحرز، واستخرجنا الأفكار الرئيسة للأبيات بعد أن قمنا بشرحها معكم بنقاش ماتع جميل. عزيزي الطالب، لا تنسى أن تجيب عن الواجب الإلكتروني على بوابة التعليم الإلكتروني، حيث سيسجل حضورك من خلال حل الواجب. شاكراً لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء.